قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ما معنى شرح هذا الحديث يا فضيلة الشيخ؟ أولا الحديث ضعيف، نعم، ومروي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وله روايتان: الأولى كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، والرواية الثانية كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، والسحت هو الحرام. ومعنى الحديث أن كل جسم ولحم تغذى بالحرام فإنه يكون يوم القيامة في النار عقوبة له، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الخبائث والمكاسب المحرمة وأمر بالأكل من الطيبات وما أباح الله سبحانه وتعالى لعباده، لأن المحرم يغذي تغذية خبيثة، وأما الطيب فإنه يغذي تغذية طيبة وله آثار حميدة على جسم الإنسان وعلى تصرفاته وأخلاقه، أما الخبيث فإنه يغذي الجسم تغذية خبيثة وينعكس ذلك على تصرفات الشخص وأعماله، فإنها تكون خبيثة بتأثير طعامه الخبيث. دل هذا على ما للمطعم من أثر على الإنسان، وأنه يتأثر به خيرا إذا كان مطعما طيبا، ويتأثر به شرا إذا كان مطعما خبيثا. قد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فأمر الناس عموما بالأكل من الحلال الطيب، وأمر المؤمنين خصوصا بالأكل من طيبات ما رزقهم الله عز وجل، وأن يشكروا الله على نعمته. هذا يدل على الاهتمام بالمطعم، وأن الإنسان يهتم بما يغذي به جسمه ويتجنب الحرام. قد صح في الحديث أن أكل الحرام يمنع من قبول الدعاء، كما في حديث المسافر يمد يديه إلى السماء، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنه يستجاب لذلك، وهذا أمر مهم جدا. نعم، بارك الله فيكم.